السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورجعنا لكم بعد الفاصل، وإن شاء الله أبشركم في رؤياكم، واللهم انطق لساني بقول الحق. ونقول ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، ازاي حضرتك يا دكتور؟ أهلا بيكي حبيبتي، نورتيني. أنا فرحانة إن أنا وصلت لحضرتك والله. ربنا يسعد قلبك يا رب، وبشرك بشارة خير. اتفضلي. أمين يا رب، أمين. من فضلك أنا ليا منامات أختي، طيب هي الآن بسببهم قوي، فنفسي حضرتك تطمنين عليهم. إن شاء الله يا حبيبتي، اتفضلي. ربنا يسعد قلبك. ويسعدك حضرتك يا أول حاجة هي شافت إن هي واحد مسيحي جارهم بينظف روس خرفان. تمام. وبينظفهم وبتقولي شكلهم حلو قوي ونظيف. فهي راحت سألته بكام، قال لها كيلو ب 15 جنيه. وشافت اخت جوزها اسمها وفاء واقفه، قالت لها ايه؟ قالت لها انا هاخد نص راس. تمام. فهي دي قالت اخت زوجها اخت زوجها اسمها وفاء، فقالت لها انا هاخد نص راس. فقامت هي ايه، شافتهم عجبوها، قالت لا انا ايه، احجز لي راس، انا هاخد راس. دي اول منام. طيب تمام، كملي المنام التاني. ايه المنام التاني بقى؟ انا شفته لها ان شفتها ان هي زي ما تكون ولدت وجابت طفل. الطفل بسم الله ما شاء الله عنده حوالي 3-4 سنين. هي ما معهاش اطفال ولا ايه؟ هي معاها 3 اولاد شباب، وفي ولد على وش الجواز، يعني بيجهزوا له الايام دي، بس الحاله ايه متعثره معاهم شويه. ما شاء الله، ربنا يحفظهم ويسر لامرها. ربنا يجازيك خير يا دكتور يا رب. تسلمي. فايه انا شفت لها الولد دوت قمر قوي، جميل قوي، وشكله شعره حلو، وقاعد قدامنا كده في الارض وبيتكلم بلباقه، واحنا قاعدين نتعجب ان ما شاء الله الولاده كانت سهله جدا ما شاء الله، وان الولد قمر كده. وانا بقول لها ايه ما شاء الله عليه، ده جميل قوي، يا رب ولادتي تبقى سهله زي ولادتك ما شاء الله. انت كنت حاسه ان انت حامل في الرؤيه؟ المفروض ان انا كنت حامل زيها، وهي واللي ولدت وانا لسه. وانا بقول بدعي كده يا رب تبقى ولادتي سهله زي ولادتها كده. تمام. فطمنينا بقى خير يا رب يا دكتور كده، لو في حاجه وحشه ما فيش حاجه وحشه. لا انتوا عارفين ما بفسرش الوحش. ربنا يجازيك الخير، ربنا يبارك لك يا رب، يسلم عمرك يا رب. بصي، هو موضوع الرؤيه الاولى، انا شايفه ان في ناس فعلا بيحاولوا يتدخلوا في حياتها. اما يتغسل راس الخرفان في الرؤى معناها زوال هموم واشخاص كانت بتتدخل في حياتها، ربنا هيرفع ضررهم ده تماما. بس انا شايفه في عجز في الصلاه، في ركعتين اتنين في الصلاه، او فردين، انا اسفه، فردين اتنين في الصلاه. اساليها بتجمع في فردين اتنين انا شايفاهم مش كاملين معاها، فنبهي عليها. او اتنين من ولادها، يعني اشوف في عجز في الصلاه في اتنين، يا فردين يا اتنين من الابناء. طيب عندك بقى الرؤيه الثانيه، دي بتعود عليكي وعليها. طبعا الولاده في الرؤى انفراجه، ولما تنجب ولد جميل يعني جاي لها خبر صار باذن الله تعالى في خلال 3 من الوقت، لعلهم 3 شهور ان شاء الله. حضرتك بقى انت كمان عندك مشكله؟ انا عندي تعثر في بناتي الاثنين، يعني ايه، ما حكايه الجواز دي واقفه معاهم شويه. طب ما تجوزوهم لبعض يعني. وخلص وخلصوا الموضوع ده. لا لا، في فرق في السن وفي وفي كده، هم بناتي اكبر. تمام، ربنا يحفظهم يا رب جميعا. ربنا طيب يسعد قلبك. عامه هو انا شايفه ما شاء الله ما شاء الله اختك حظها طيب جدا، واحوالها هتتبدل، وحضرتك هتلحقيها، لانك انت سميتي قلتي ما شاء الله ما شاء الله. اما الرأي يقولها في الرؤيه جايه من جبر الخاطر من عند الرحمن باذن الله تعالى، فمش ضروري حتى ان انت ولدتي، انت كفايه ان انت سميتي وقلتي ما شاء الله. فانا شايفه كده اللهم بارك، الرؤيه بتعود عليكي وعليها، وهتلحقوا بعض في الافراح باذن الرحمن والانفراجه، والله اعلى يا واعلم. يا رب جزاك الله كل خير حبيبتي، نورتي. جزاك الله كل خير يا رب، تكون بشرياتكم كده قريبا ان شاء الله، وباذن الله تكلموني كلكم كده وتقولوا لي ان الرؤى الطيبه اتحققت. طيب نقول الو، السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا دكتور؟ اهلا بيكي، سلم عمرك حبيبتي يا دكتور. هو انا ينفع يا دكتور؟ والله هم انا حاسه ان هم مرتبطين ببعض. كل الاحلام مرتبطه ببعض. يلا خير ان شاء الله. هو اول حلم عموما انا حلمت بيه. ايه؟ اول حلم كنت حامله بحضرتك بيا؟ لا انت ممكن تقولي 3-4 احلام انا معاكي.
عنصريا. يا رب خير، يا رب خير يا حبيبتي، اتفضلي. وانا اتعلمت ان حضرتك عندنا في البلد اللي احنا فيها، بلدك ايه؟ كنت قاعده في دمياط، تمام. كنت قاعده في بلد في اوضه زي استوديو كده خاص بحضرتك. اوضه استوديو، خاص تمام. بحضرتك، ايه؟ خاص بحضرتك. تمام. وبعدين انا قلت لحضرتك يا دكتور انا عايزه قصه تاني، قلت لي استني شويه وبعدين تعالي. طب ممكن الصوت يعلى سنة حتى في الكنترول عشان الصوت عندي ضعيف جدا. أيوة كملي. حضرتك قلت لي روحي شويه وتعالي بعدين. طيب تمام. وبعدين انا في الوقت ده قلت انا هروح البيت، فروحت البيت بس ما كانش بيتي، كان اوضه فيها هدوم كتير جدا مكركبه، انا قلت هطبق فيها على ما اجي معاك حضرتك. وبعدين خدت وقت طويل جدا على ما جيت البيت، وبعدين كانت الاوضه تقريبا مترتبه، ففرجت البيت لحضرتك لقيت الاستديو اتقفل وحضرتك قفلت ومشيت. المهم انت طبقتي الملابس؟ وروقت الدنيا. طب الحمد لله. وبعدين وانا ماشية اما حضرتك قفلتي وانا مشيت بقى في طريق، كان احمد ابني معاه اللي هو نوع من النخلة اللي بيبقى فيها البلح، بس هو ما كانش فيها بلح. ابنك معاه جذع نخلة ما كانش فيها بلح؟ فاحنا بنفتح بطن الجذع ده، يعني انا مليان لوز مقصر، كان مليان لوز مقصر، فكان هو واصحابه حواليا صغنان كتير، فانا وزعت عليهم اللوز ده، وزعتي ايه؟ اللوز المقشر اللي كان في بطن الجذع. تمام. فجت واحده منصبه اسمها ليلى علي، فضلت ماشيه معايا، مشينا في طريق بيكون على ايد الشمال ارض خضراء بدايتها اشجار صغيره كده نبته فيها من كل انواع الفواكه، وعلى ايد اليمين زي عناير واراضي هتتبنى كده. لقيتي على ايدك اليمين ايه؟ زي عناير ارض هتتعمر او حاجه ارض. زي طب كده. الحمد لله. فانا فضلت وليلى ماشيه علوي كده. كانت معاكي في الرؤيه؟ لا هي كانت اسمها ليلى علوي بس هي كانت منقبه. طيب ده تمام. بس انت ف يعني احساسك ان ليلى علوي دي الفنانه ولا في واحده فعلا عندك اسمها بالاسم ده؟ لا ما اعرفهاش بصراحه. طب كويس تمام كملي. فكان على ايدي كان في فواكه، نبت فواكه موز فراوله ويوسفي وحاجات كتير قوي كانت على انا بشوفها طول ما انا ماشيه في الارض دي. تمام. جيت للاخر لقيت زي مبنى كبير كده متحوط زي سباك بس خربان. ليه فالست كده؟ اللي معاها ليلى علي دي بتعاتب الراجل بتقول له انت ليه سبتها كده؟ قالت له ايه؟ انت ليه سايبها خربانه كده؟ ففجأة انا مجرد ما انا وقفت فيها لقيتها اتعمرت، هي اتبلطت وبقى فيها رخام وبقت شكلها حلو قوي والنهار طالع، وانا ماسكه تباشيرة عماله بخبط في الارض بتاعتها زي ما يكون بقيت حاجه. وصل على كده. طيب ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. طيب عايزة أسأل سؤال برضو، أنت فعلا حياتك مش مستقرة؟ خالص. طيب عامة هو أنا موجودة معاكي في أول الرؤية وقلت لك يبقي تعالي، أنت بعدها رحتي بدأت تطبقي الملابس بتاعتك، جت ليلى علوي برضو جاية لابسة اللبس المستتر عليها أو النقاب مداري وشها، وجا برضو كان المكان مكركب. بصي الرمزين دول يعني أنا شايفاهم واحد. بمعنى ايه؟ ليلى علوي هي اشاره معايا انا كمان في الرؤيه، اللي هو يعني كانها اشاره معايا يعني انا في الرؤيه، ايوه. لان هنا اول رمز زي اخر رمز بالظبط. بالمناسبه هوضح لك. انا اتفضلي قبل ما معايا. اصحى من الفيلم ايه؟ كلمت حضرتك، قبل ما اصحى من الفيلم كلمت حضرتك في التليفون وقلت لك يا دكتور انت محتاجه رؤيه شرعيه. قلتي لي ايه؟ محتاجه رؤيه شرعيه حضرتك. ده في الرؤية في المنام. ايوه في الاخر. تمام.
تمام، هو كده وصلت على كده. طب لسه هكملك. طيب طبعا انتوا عارفين ان في رقية شرعية انا منزلاها عندي على صفحتي، لو كتبتي على جوجل الرقية الشرعية الملكة ايمن هتلاقوها. بس انا تمام. بتكلم بقى ايه، طبعا هو ده اللي انا قلت لك، روحي وبعدين تعالي، روحي وبعدين تعالي. طيب هنا كمان عندك ليلى جات قالت ايه للراجل، يعني انت عايزه حد يقومك، انا كنت عايزاكي انت اللي تقومي نفسك، حتى جاي ان انت بتساعدي ابنك وجيتي طبقتي انت الملابس، يعني انت قادره تتغلبي على المشاكل اللي انت فيها، انت قادره. لكن برضو فعلا انا يعني انا ما بحبش ابدا كالعاده، ومن يوم ما بدات في التفسير وانا دايما اقول لكم يا جماعه ابداوا انتوا ارقوا نفسكم، ابداوا انتوا حصنوا نفسكم، اما يجي لك هاتف او تليفون مني في الرؤيه قبلك قبل المنام او بعده على طول، خديه زي ما هو، لانه حاجه مذكوره دخلت في القران الكريم او حاجه في الرقيه او حاجه في التحصين، امشي عليها، سوره البقره، رقيه شرعيه، ايه الكرسي، المهم انا عايزاكي تمشي في التحصينات. طبعا اللي انا شايفاه انت اللي هتقومي نفسك. هنا ليلى جات ساعدتك بس جايه منتقبه، خلاص فعلا. زي نفس الاشاره الاولى قلت لك روحي بعدين تعالي، روحي انت روحتي عشان تطبقي. هو انا بحكي يعني بحاول انا افك لك الرموز عشان تستوعبيها، بس انا هديك التفسير، ملخص التفسير، هتحصني بيتك وتحصني نفسك، واوعي تهملي، وان شاء الله احوالك كلها هتتبدل. ده انت الدنيا بقت، شوفي المكان البايظ اتعدل، الملابس اللي كانت والدنيا كانت مكركبه برضه اتعدلوا، فده اللي انا عايزاه منك بقى. طب يا دكتور الرؤية الثانية أنا بصراحة حاسة إن هي مرتبطة بيها برضه. تمام، اتفضلي خير. حلمت إن أنا مسافرة بمركب رايحة الإمارات. راكبة مركب؟ آه. ها. المركب دي كانت كلها رجالة. تمام. بس معرفش حد فيهم غير شيخ جارنا. واحد بس جاركم اللي تعرفيه؟ آه هو شيخ جامع. فاحنا هنعدي الباص الثاني عشان نستعد للسفر. واحنا في الباص الثاني كنت واقفه مع واحده صاحبتي اسمها شيماء، فبقول لها بصي يا شيماء القمر طلع ازاي في النهار، وكان على القمر سحاب وغيوم كده، كان منظر اكثر رائع. فهي بتقول القمر كان عليه غيوم. ايوه. كان منظر حلو جدا. تمام. فبعدين بقول لها بتقول لي شايفه القران اللي بيتكتب في السماء، قلت لها انا مش شايفه قران. مين اللي قالت لك كده؟ صاحبتي. طبيعي مش هتشوفي، ده انت اعجبتي بالغيامه اللي على القمر، كملي. هو بعدين فجأة أنا شفت بسم الله الرحمن الرحيم بيتكتب بالسحاب. طب كويس الحمد لله. كنت مبسوطة جدا، بقول لها شوفي يا شيخة بسم الله الرحمن الرحيم بشكل جميل ازاي. المهم ان هي اللي جت برضو وجهتك في الرؤية. ايوه. وبعدين بعدها بشويه بقينا يسقط لا اله الا الله محمد رسول الله مرفوعه في السماء فوق خالص، الصلاة والسلام. تمام. يسقط بيها باللون الاورنج الابيض ومكتوبه بطريقه جميله. تمام. وبعدين انا كنت مبهوره بشكل لا اله الا الله محمد رسول الله. عليه وبعدين الصلاة والسلام. خلاص هنسافر، فبقول للراجل اللي هو صاحب المركب خليني اقعد بعيد عن الرجال عشان انا مش مرتاحه. بعديها بقى خلاص المركب قامت، وكان الشيخ اللي قاعد قدامي ما كانش مرتاح. وبعدين احنا سافرنا، اول ما وصلنا مكان زي فندق كده بتكون حتى هو مستشفى. تمام. فتلاقيت واحدة شبه بالظبط بتقول لي تعالي اغسلي وشك بالغسول ده. طيب واحدة شبهك. ايوه. فانا دخلت احنا بنلف في حلقة واحدة. تمام. كان الحمام كبير جدا باللون اللبني، كان في حوض كتير ملزقة في بعض، وانا كنت وشي حسيت انتعاشة وقطعة كده. غسلتي وشك ولا لا؟ غسلت وشي وكنت متعادله. انت مش انت قلتي لي فعلا ان رؤيتين مرتبطين ببعض، وبرضه التفسير واحد. هنا جات لك اعانه من حد يساعدك، هنا برضه انت محتاجه الاعانه، بس برضه شفتي انا قلت لك ايه، انت ساعدي نفسك، جيتي في الاخر قلتي واحده شبهك وقالت لك اغسلي وشك. والمركب هي حياتك، انت وصلتي الفندق حياتك هتبقى جميله قوي قوي فوق ما تتخيل، اللهم بارك. انا احب رمز الاوتيلات والفنادق جدا جدا في الرؤى. فحصني نفسك.
بس انا والله يا دكتور انا الحمد لله كنت موجود بالقران وبالاذكار وبالصلاه وباي ما هو حاجه انا ربنا شايفه ان انت مكتوب هتقدري عنها. تتغلبي على كل ده طالما ان النهايه بتاعه الرؤيه بتبقى في صالحك، انا مطمنه عليكي جدا. فهي والله يا الموضوع دكتور بقى انت المواظبه، وعايزاكي يكون عندك الطاقه الايجابيه كده، واي حاجه جايه لك ادخلي فيها، يعني اي امر يتفتح ليكي توكلي على الله، وان شاء الله ربنا هيكرمك كرم عظيم جدا جدا يا حبيبتي، والله اعلى واعلم. نورتيني. احنا وصلنا لنهايه الحلقه، عايزاكم ان شاء الله رب العالمين، الناس اللي بتبعت لي مسجات كل حلقه بقول الكلام ده، الناس اللي بتبعت رسائل على 59 59، الرساله ما بتبقاش كامله، وفي ما شاء الله الناس طبعا بيبعتهم الرسائل بتاعتهم بتوصل لهم كده كده اللي بتكون احلامهم او رؤياهم كامله، لكن انا بتكلم عن فئه بسيطه جدا بتستفسر عن الموضوع، الرساله ان بيجي لها الرد ان رسالتك غير مكتمله، تاكدوا ان انتم بعتوا حروف بالعدد المطلوب في الرساله. بالنسبة بقى للاتصال، بنتظر اتصالاتكم برضو على 59 59 يوميا إن شاء الله رب العالمين. وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، إن أصبت فمن الله، وإن أخطأت فمن الشيطان ومن نفسي.